اتفق زوجاني في صباح أول يوم لزواجهما ألا يفتح الباب لأي زائر كان. وبالفعل جاء أهل الزوج يطرقون الباب، ونظر كل من الزوجين لبعضهما نظرة تصميم لتنفيذ الاتفاق، ولم يفتح الباب. لم يمض إلا وقت قليل حتى جاء أهل الزوجة يطرقون الباب، فنظر الزوج إلى زوجته فإذا بها تذرف الدموع وتقول: لا يهون علي أن أرى والدي أمام الباب ولا أفتح لهما. سكت الزوج وأسرها في نفسه، وفتحت الزوجة لوالديها الباب. مضت السنوات وقد رزقا بأربعة أولاد، وبعدها رزقا بطفلة فرح بها الأب فرحا شديدا وذبح الذبائح. فسأله الناس متعجبين: ما سبب فرحتك بالبنت أكثر من أولادك الذكور؟ فأجاب بكل ثقة وبساطة: هذه هي التي ستفتح لي الباب.